بعد ما قالت حذفت كل حساباتي تلبية لطلبات زوج الجديد رؤيا قاسم. انتشرت إلها أول صور مواقع التواصل الاجتماعي على أساس هي وزوجها هذا هو. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. حبايبي أريد أنوه عن شغلة كلش بسيطة، إنه مو أنا اللي منزلته، أكو أكثر من شخص فاتح حسابي كبيرة ما أنشر وما أروج. هاي الصور طشت بالإنستغرام وعلى الفيسبوك بالإضافة على موقع التيك توك بشكل مو طبيعي. ما أعرف هل هي هاي فعلا رؤية وزوجها أم لا. الغريب بالموضوع أن رؤية مثل ما قلت لكم علنت زواجها وقالت أنه أنا أصلا متزوجة. بعد ما ضج هذا الخبر هواي ناس حكوا وهواي ناس انتقدوا، وهنا هواي ناس ايضا ايدوا رؤيا وقالوا عاد من حقها، وناس قالوا مثل ما قلت لكم انا بالفيديو السابق انه شلون تتزوج وخطيبها لسه ما طلعت الثانويه، خصوصا انه هي تحبه. لكن اكتب لي رايك بالتعليقات على هذا الموضوع.